نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس. كابتن نصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علاء عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. اهلا بيك كابتن، نورنا. مبروك النادي الاهلي على الفوز والاداء. كمان النادي الاهلي دايما يعني زي ما حضرتك قلت كابتن وبتقولها دايما، هو مصدر السعاده لمصر. ونتمنى ان شاء الله باذن الله المباراه النهائيه كابتن عادل النادي الاهلي يفوز، على الرغم من الضغوط دي يا كابتن احمد. قبل ما اخش في التحليل التحكيمي هكلم في نقطه مهمه جدا يا كابتن ايمن، وهو التحكيم في المباراه النهائيه. خلي بالك هي العمليه يعني محدده كابتن اسامه، احنا عندنا 8 حكام تقريبا هيروحوا كاس عالم، او تم يعني اختيارهم ان هم يروحوا كاس عالم. 4 منهم لعبوا في الفتره اللي فاتت، عندنا بملك الاثيوبي، عندنا الحكم اللي هو فيكتور جوميز، عندنا كمان مصطفى غربان لاعب. فاضل مين؟ مين اللي فاضل يا كابتن؟ هيبقى في بكاري جسامه، في نداله الكونغولي، في ماجيتي ناداي، ادي 3، وفي حكم البروندي ادي 4. يعني واحد من الاربعه يا كابتن شريف هو اللي هيدير المباراه النهائيه، ما عندناش حد تاني غير الاربعه دولت. ولما تيجي نتكلم في يعني انا هتكلم في نقطه مهمه كحكم، لما احمد بلال النهارده او اسامه او شريف او عادل في مباراه ديت كلاعب، بيبقى مطلوب منه كابتن احمد مهام من الجهاز الفني يؤدي في هذا المباراه. الجمهور اكيد بيبقى ضغطه، كل الدنيا بتبقى ضغطاه عشان ينزل يؤدي. مش هينفع ده كله كابتن اسامه ويبقى كمان ضغط التحكيمي في المباراه. اصعب شيء للاعب وهو نازل يا كابتن احمد ان هو يبقى قلقان من الحكم. يبقى انا النهارده لما اجي اعمل تنافس يا كابتن شريف على كوره ببقى داخل وخايف. ليه؟ ما انا ممكن الحكم يتلكك في بدايه مر انذار في انذار وبره. اذا النهارده لو انا كلاعب لم اشعر بالامان تماما في هذه المباراه من التحكيم، ده هيأثر على اللاعبين داخل ميدان اللعب، بالاضافه طبعا للضغوط اللي هي بتبقى على اللاعب داخل ميدان اللعب. اذا النهارده احنا بنطلب العداله التحكيميه يا كابتن شريف. العداله التحكيميه انا من وجهه نظري في ظل هذه الظروف والظلم اللي اللاعبين تعرضوا ليه، انت بتتكلم النهارده النادي الاهلي يعني تحمل المشقه والتعب والجهد من سواء مجلس اداره او لاعبين، جهاز فني، سفر رايح وجاي، كل الكلام ده تعب عشان اوصل للنهائي، وتيجي انت حضرتك في النهائي تجيب لي حكم، ممكن الحكم دوت ممكن يعني بقرار صغير يضيع مني بطوله زي دي يا كابتن شريف، وده صعب. ده لسه كمان على الفار. ما انا هتكلم يا كابتن. اجيب لك واحد كده؟ انا لو تسالني يا كابتن كده. انا اتمنى يا كابتن اسامه بجد يعني بعد الضغوط اللي انت عملتها على النادي الاهلي وبعد الظلم اللي هو تعرض ليه، وهيلعب مباراه في جمهور وملعب الوداد مع احترامي طبعا لاشقاء المغاربه، يا ريت تجيب طاقم تحكيم يعني على مستوى عالي من بره، من اوروبا. الدوري الانجليزي عندنا حكام كويسه، عندنا الدوري الالماني ينفع يعني. انا بقول في ظل هذه الظروف الاستثنائيه، لوائح الاتحاد الافريقي، والله انا بقول ده رايي يعني، مش يعني ما فيش ما يمنع انك انت النهارده عشان بقى تخلي الشكل حلو بقى انك انت تجيب طاقم تحكيم من الخارج، لان في ظل هذا التحكيم انا بقول اهو هيبقى ضغط تاني على النادي الاهلي داخل ميدان اللعب. يا رب ان اللعيبه تستحمل كل هذه الضغوط يا كابتن ايمن في المباراه اللي جايه، ونتمنى حتى لو كان في ماجيتي ناداي او بكاري جسامه او جان جاك نادالا يبقى عندهم العداله التحكيميه ويوفروا الحمايه والامن للاعبي داخل الاهلي داخل ميدان اللعب. نروح لصادق السلم يا كابتن ايمن. زي ما قلت في البدايه النادي الاهلي من هذه المباراه الاولى 4-0، اي حكم بيبقى رايح يا كابتن عادل، مباراه سهله جدا جدا جدا، واللي سهل المباراه اكتر ايه؟ الهدف اللي في دقيقه 3 مظبوط احمد عبد القادر. يعني انت النهارده كحكم لو عندك شويه تعاطف او 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 مش هتكلم في تفاصيل، خلاص النادي الاهلي حسم الامور 4-0 وفي دقيقه 3 هدف لاحمد عبد القادر خلاص. فالنهارده النادي الاهلي النهارده سهل مهمه صادق السلمي في ادائه للمباراه، والحالات التحكيميه يعني ما فيش اختبارات كتيره جدا، زي ما قلت لك ما فيش ضغط على الحكم، خلاص الاهلي سهل والحكم ارتاح تماما للنتيجه والمباراه. الحاجه الاخيره كمان يا كابتن عادل النهارده اللي احنا شفناه كابتن احمد، الروح الجميله جدا جدا ما بين لاعبي وفخستيف والنادي الاهلي، روح عاليه جدا جدا جدا، وانا بحيي هذه الروح. ليه؟ ده نوع برضك من نوع انك انت الحكم بيبقى نفسيا مرتاح لما يبقى اللاعبين داخل ميدان اللعب كلهم على وفاق وفي روح،
اكيد الحكم بيبقى بيلعب مباراه سهله. نروح للحالات سريعا كابتن ايمن، اتفضل يا كابتن، ونشوف الحكم التونسي. هو هنا حاله من الحالات مهمه جدا جدا، هي طبعا هي كره هنا ما جاتش اصلا كابتن اسامه في الايد، بس انا هشرح افتراضا لو هي جت في الايد النهارده في حاجتين اتنين يا كابتن احمد كابتن عادل. لو علي عبد الرحمن النهارده بيلعب الكوره متعمد يلعبها وجت في ايديه حتى لو ايديه مفروده، طالما انا عندي نيه اللعب يستمر اللعب، مفيش مخالفه لمس الكره بالايد. تاني يعني النهارده لو معلول النهارده بيلعب بيشوط والكره بتيجي من رجليه لايديه اللي هي مش في وضع طبيعي يستمر اللعب. امتى تحسب؟ لو ارتدت ارتداد من الجسم ثم راحت في الايد اللي هي مفتوحه ديت، هنا في مخالفه لمس الكره. ده الفرق ما بين انك انت تلعب وان الكره ترتد فيك وتروح لايدك، ولكن هنا في الحاله ديت هي الكره من القدم اليسرى ثم بترتد في صدر علي معلول، وهنا لا مخالفه في هذه الحاله اللي هي كانت الحاله الاولى اللي كانت معانا. الحاله الثانيه هنا برضك هنا فهمك للقانون يا صادق كابتن ايمن كابتن اسامه، احنا قلنا لما الكره تصطدم بالحكم امتى يعمل اسقاط كابتن احمد؟ امتى تعمل اسقاط وامتى تخلي اللعبه تواصل؟ في حاجتين اتنين كابتن عادل. لو انا هعمل اسقاط لو هي هذه الكره اللي هي الباص معمول من اليو رايح تقريبا لهنا للاعب نادي الاهلي، ايوه، اذا هنا هو غير استحواذ. السؤال غيرت استحواذ يا كابتن احمد، هي راحت برضك للاعب الاهلي، ايوه، امتى اعمل اسقاط؟ لما الكره ديت الخصم تتقطع وتيجي للخصم هنا انا برجع اعمل الاسقاط. فهنا النهارده هو طبعا اخطا وكان يجب عليه ان هو ما يوقفش اللعب، هو اتخض اول ما الكره جت فيه وبالتالي عمل الاسقاط. وهنا بنقول طبقا للقانون كان يجب انك انت تخلي اللعب تواصل، لان دي مش هجمه واعده قوي، ده لسه في نص الملعب. الحاله اللي بعد كده ونشوفها طبعا هنا الهدف اللي هو جه، وهنا طبعا الفار على حسب خطوطه اللي جت، وهنا اللاعب هنا سته مغطي بالقدم اليسرى وبالتالي هنا الهدف هدف سليم، وتمركز الحكم مساعد ممتاز جدا جدا مع اخر تاني مدافع. الحاله بعد كده نفس اللعبه كابتن، هنا هم طالبوا هنا بركله جزاء كابتن احمد، يمكن هنا صادق السلم كان متواجد في الحدث، كان عنده زاويه رؤيه كويسه قوي وكان مراكز. الكره هنا تصطدم بالصدر وطبعا والايد طبعا الراجل اللاعب النادي الاهلي 8 حمدي فاهم كويس قوي ومش عاوز حد يتلكك له، فحط ايديه ورا ظهره عشان الكره ما تجيش في الايد اللي هي ممدوده او الايد اللي هي مرفوعه. هنا الكره تصطدم بالصدر وهنا لا وجود للمسه يد في هذه الحاله. ديانج، وهنا بنقول حاجتين، لو لم ينجح ديانج في ان هو يستخلص ويزق الكره كابتن شريف كان خد رجل اللاعب. الحاله ديت هم برضك طلبوا فيه ركله جزاء، ولكن هنا لو معانا اللعبه هو قريب قوي يا كابتن، برافو عليك جدا، برافو قريب قوي. هو النهارده زي ما قلت لك، بص يا كابتن، طول ما انت ما عليكش ضغوط بتبقى فايق، اصعب شيء على اللاعب وعلى الحكم الضغوط، هو النهارده ما عندوش ضغوط وبالتالي بيجري ويتحرك، وهنا التمركز هنا طبعا رائع جدا جدا وشايف كويس قوي. ديانج هنا طبعا بالسن الحذاء شاط الكره واللاعب هنا سقط، وهنا لا وجود ايضا لمخالفه لمس مخالفه العرقله من اليو ديانج. الحاله اللي بعد كده دي كانت اخر حاجه. تاني كابتن ايمن، هو صادق السلمي النهارده يعني النادي الاهلي النهارده كان سبب في ان هو يؤدي بشكل كويس مع طاقم التحكيم التونسي بالكامل. تاني بنقول من فضلكم كفايه ضغط على النادي الاهلي بجد، صحيح، وكفايه ظلم من الاهلي خلاص. مباراه اللعب هناك بنطلب حاجه واحده بس، العداله التحكيميه وتوفير الحمايه وشعور اللاعبين بالامان، ودي اهم حاجه بقولها، ان لم يشعر اللاعب بالامان داخل ميدان اللعب صدقني هيقل من كفاءته ومن ادائه في ميدان اللعب. تاني بقول انا سالني طاقم تحكيم اجنبي ومعلش ودي مباراه استثنائيه وتبقى انت عملت حاجه جميله جدا اتحاد افريقي، وفرت العداله على الاقل انك انت جبت طاقم التحكيم في هذه المباراه. مظبوط يا كابتن، نشكرك شكرا جزيلا، خبيرنا التحكيم المتميز دايما كابتن نصر عباس، الف شكر يا كابتن. شكرا كابتن علي، شكرا.